دكتور حاتم، ممكن تكلمنا عن اصلاح تشوهات الوجه بالكمبيوتر؟ هو الحقيقه ان تشوهات الوجه بيبقى لها اسباب كتيره جدا، منها الحوادث والاصابات وبعض استئصال الاورام، وفي علاج الحالات الشفه والحلق اللي هو ما يسمى شفه ارنبيه. فبيبقى دايما المشكله ان احنا عشان نوصل للخطوه النهائيه في الاصلاح محتاجين ترتيبات قبلها وتشخيص الحاله كويس، وبعد كده نحط خطه بحيث ان احنا نمشي فيها نوصل لها. فكان زمان بنستعين ببعض الحاجات زي الاشاعات، نرسم الاشاعات ونحاول نتخيل ان احنا لو عدلنا الاشاعات شكلها عامل ازاي، لو ان احنا خدنا ناخد مقاسات للطبعات للاسنان ولبعض العظم لو قدرنا نجيبها، ونحاول نتخيل النتيجه ازاي. فكان ده بياخد مجهود كبير الحقيقه جدا، وبان الكمبيوتر تدخل في كل شيء واصبح ان في فكره اللي هو ما يسمى الطباعه من الكمبيوتر وخلق الصوره ثلاثيه الابعاد، فتدخل ده في العلاج، فاصبح ان احنا بنقدر نشوف التشوه كاملا قدامنا على الكمبيوتر، ونقدر ننفذ العمليه على الكمبيوتر، وبعد كده ننقل من الكمبيوتر ننقل الجزئيه دي لاوضه الجراحه، بحيث ان احنا نمشي زي ما مشينا على الكمبيوتر الخطوات، ونقدر نوصل لنتيجه مرضيه وتكون اسهل في الاعداد وادق. دي فكره ادخال الكمبيوتر. يخش بقى في كل التخصصات زي ما قلت لحضرتك، ممكن يكون ليها علاقه بالعظم وبعض حتى مش بس العظم، حتى كمان الانسجه الرخويه يعني. شكرا قوي لحضرتك.